يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما قبل، فهذه هي كراسات نشاط أصول الفقه، توزع عليكم إن شاء الله على أن تقوموا بالنشاط الذي كلفتم به من قبل الدكتور ياسر في المرة الأخيرة. وإذا كان الوقت لا يسع لعمل النشاط على أن تأتوا بهذه الكراسات غدا إن شاء الله، فأمامكم أسبوع تأتون إن شاء الله بالكراسات بعد أسبوع. ومن يعني يتيسر له عمل النشاط خلال هذا اليوم وغدا على أن يأتي بالكراس غدا إن شاء الله، فالأمر يعني إن شاء الله يكون أفضل بإذن الله. الكراسات إن شاء الله موجودة على المكتب، بعد الانتهاء من الدرس إن شاء الله نوزعها عليكم. أنا نظرت فيها، وإن كنت لم أعلق، يعني أنا لم أعلق، افترض أن أنا أكتب لمن يعني كان يعني أجاد في عمل النشاط أثني عليه، ومن كان يحتاج إلى تنبيه معين نبهت عليه، ولكن إن شاء الله بعد النشاط الثاني ستجدون هذه التوجيهات بإذن الله تعالى. أما بعد، فانتهى بنا الكلام في هذا الكتاب الذي يعني هو موضع دراستنا في علوم القرآن، المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد بن سليمان الطيار، إلى الباب الثاني الذي هو بعنوان نزول القرآن وجمعه. نزول القرآن وجمعه، يعني الباب الأول كان عبارة عن مقدمة تكلم فيها المصنف عن نشأة علوم القرآن والفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير وأصول التفسير، ثم بدأ في هذا الباب الثاني يتكلم عن الوحي. لكن الباب الثاني عنوانه يختلف عن الوحي، يعني الباب الثاني عنوانه إيه؟ نزول القرآن. ما علاقة هذا الموضوع الوحي بنزول القرآن؟ عندك في آخر الكتاب الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا جاء بموضوعات علوم القرآن، بكل نوع من أنواع علوم القرآن، وذكر العلاقة التي بينه وبين الأنواع الأخرى. فمثلا عندك في صفحة 307 الوحي، النوع المتعلق نزول القرآن. نزول القرآن، قال العلاقة: الوحي مقدمة لعلم نزول القرآن، ولا يصلح تأخير بحثه فيكون بعد بحث نزول القرآن، لأنه مقدمة، لأن موضوع كيفية نزوله في علم نزول القرآن مرتبط بكيفية الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. مهم جدا ان انت تكون عالما بالعلاقة بين الانواع وبعضها البعض، بحيث تكون على بصيرة بمواضع قدميك اين تقف، يعني لماذا هذا البحث ولماذا هذا الموضوع في هذا المكان، لماذا لم يؤخر. لو نظرت في نزول القرآن، القرآن قبل أن نتكلم عن نزوله والمكي والمدني وجمعه وجمع أبي بكر وجمع عثمان، افترض أن احنا نتكلم أولا عن ماذا؟ عن كيفية نزول القرآن، كيف نزل القرآن، ومنجما ولا مفرقا. افترض نتكلم أولا عن الكيفية، كيف نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال يساوي بالضبط الوحي، يعني قبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن نعلم ما هو الوحي وكيفية وحي الله إلى رسله وكيفية وحي الملك إلى الرسول. انتبه إلى هذين العنوانين، هناك كيفية يوحي الله بها عز وجل إلى رسله
اللي هي بواسطة أو بغير واسطة، جمعتها الآية في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، رقم واحد، أو من وراء حجاب، رقم إيه؟ اتنين. الاتنين دولي بغير واسطة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كلام مباشر، أو يرسل رسولا، هذا وحي بغير إيه؟ ولا بواسطة؟ بواسطة. يبقى كيفية وحي، الكلام هذا سيأتي معنا بالتفصيل. يبقى كيفية وحي الله إلى رسله، إلى أنبيائه، إما أن يكون بواسطة، بواسطة الملك أو يرسل رسولا، وإما أن يكون بغير إيه؟ واسطة. بغير واسطة اللي هما القسمان الأول والثاني في الآية: إلا وحيا. ومن هذا النوع مثلا الرؤية الصالحة في النوم، فهذه وحي، ومما يدل على أنها وحي يجب اتباعه آية سورة الصفات: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لو لم تكن الرؤية الصالحة وحيا يجب اتباعه ما أقدم إبراهيم عليه السلام على ذبح ابنه، وإنما هذا دليل على أن الرؤية الصالحة هذه من أقسام أو من أنواع الوحي بغير إيه؟ بغير واسطة. فرؤية الأنبياء حق، كذلك التكليم الإلهي من وراء حجاب هذه من من أقسام الوحي بإيه؟ بغير واسطة. يبقى وحي الله إلى رسله إما أن يكون بواسطة كما قال الشيخ مناع القطان في كتابه، إما أن يكون بواسطة وإما أن يكون بغير واسطة. ثم بعد ذلك يأتي كيفية وحي الملك اللي هو القسم الثاني، الوحي بواسطة، الوحي بواسطة الملك، كيفية وحي الملك إلى الرسول. يأتي بقى كما جاء في الحديث: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني صوت الجرس، وأحيانا يتمثل لي رجلا. دول كام طريقة؟ طريقتان. يبقى احنا لو أحببنا أن نقوم بعمل خريطة ذهنية نقول كده: كيفية وحي الله إلى رسله، وفرع: إما أن يكون بواسطة، بواسطة الملك، وإما أن يكون بغير، بغير واسطة. ممكن نكتب تحتها إيه؟ إلا وحيا أو من وراء حجاب. وبواسطة فرع منها وقول إيه؟ مثل صلصلة الجرس و يتمثل لي رجلا، وكان كما جاء في بعض الروايات يتمثل له في صورة دحية مين؟ الكلبي. واضح يا إخواني؟ يبقى احنا الآن عرفنا علاقة الوحي بغيره من أنواع علوم القرآن، وقلنا إن الوحي هذا مقدمة للكلام عن نزول القرآن. الأمر الثاني الذي عرفناه أن هناك كيفية لوحي الله عز وجل إلى رسله، وكيفية لوحي الملك إلى الإيه؟ إلى الرسول. تعالوا بنا، طبعا هناك نشاط يعني هو في غاية الأهمية، وطبعا الأنشطة، فائدتها الأولى والأخيرة إنما تعود على الطالب. يعني من لم يقم بعمل النشاط لا نستطيع أن نفعل له شيء، لأن العلاقة التي تربط هنا في هذا المكان بين الطالب والمدرس إنما هي علاقة أدبية بحتة. لسنا في جامعة ولسنا في مدرسة بحيث إن احنا نهدد ونقول ستفصل من المدرسة أو ستفصل من المعهد أو سيخصم منك درجات، خصم الدرجات ده ممكن يكون هنا. فالعلاقة التي تربط الأستاذ بالطالب في هذا المكان هي علاقة أدبية. لو قمت من هذا المكان وانصرفت لن نستطيع أن نفعل لك شيئا. ففائدة عمل النشاط تعود عليك في الأول والآخر، لو أهملت فعل نفسك. وأول نشاط إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني نتواصى به، بلاش نكلف لأني معكم، نتواصى به هو قراءة هذا الكتاب القيم، كتاب النبأ العظيم لدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب أقول كما قال الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، قال هذا الكلام أنقله عنه، قال: لا يجوز، لا يجوز لباحث في التفسير، لا يجوز لباحث في علم التفسير أو علوم القرآن، هو قال هكذا،
مش هقول لا يغفل هذا الكتاب، لا، لا يجوز له أن يترك هذا الكتاب دون أن يحفظه. قال هكذا. وهذه فرصة إن شاء الله ننظر في هذا الكتاب، وأنا كلفت به في هذا الوقت ليس اعتباطا، وإنما هو لأنه يتكلم عن الوحي ويتكلم عن مصدرية القرآن. في أول مباحثه الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن مصدرية القرآن، ويثبت أن القرآن ليس لأي بشر دخل فيه، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا صنعة فيه لبشر. وهذا مهم جدا، لأن هناك شبهات حول الوحي، هم يريدون أن يشككوا في هذا القرآن عن طريق نزع قدسيته. المسلمون يقدسون هذا الكتاب، لماذا؟ لأن المسلمين يعتقدون أن هذا القرآن، مش الكتاب ده يعني، يعتقدون أن هذا القرآن هو كلام الله، وبالتالي قدسية هذا الكتاب إنما يعني إيه؟ تنبع من هذا. فهم يحاولون أن يعني ينزعوا هذه القدسية عن طريق التشكيك في أنه كلام الله، هو من عند محمد، تعلمه من نجار رومي، أو تعلمه من فلان، أو تعلمه من فلان. يأتي بهذه الشبهات كلها، بهذه الشبهات كلها، ويصل في النتيجة في النهاية إلى أنه لا صنعة لبشر في هذا القرآن. زائد أنه هو بيلفت انتباهك إلى معاني أخرى في بعض الآيات، يعني معاني لا تكاد تقرأها في أي كتاب من كتب التفسير. لما تقرأ هذا الكتاب يجدد ارتباطك بالقرآن الكريم إن شاء الله، فهو كتاب في غاية الأهمية. نقرأ منه إن شاء الله مصدرية القرآن. طبعا أنا مش هقول نقرأ الكتاب كله، الكتاب كله ده ليك أنت، لكن اللي يعنيني منه الآن إيه؟ تقرأ مصدر القرآن أو مصدرية القرآن، لأن الشيخ إن شاء الله يتكلم فيه عن إيه؟ عن الوحي اللي احنا بصدد الكلام إيه؟ الكلام عنه إن شاء الله. كتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله الدراز. طيب نبدأ نقرأ من الكتاب الوحي. نزل جبريل عليه السلام بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكان ذلك أول بدء للوحي بنزول القرآن الكريم. لذا كان الحديث عن الوحي ونزول القرآن متلازمين لا ينفكان. ده ايه دي بقى؟ وبتكلم عن ايه هنا؟ العلاقة بين موضوع الوحي ونزول القرآن. وسيكون الحديث هنا عن الوحي من حيث كونه أساس نزول القرآن، ثم عن نزول القرآن الايه؟ الكريم. وكعادة أي مؤلف يكتب كتابا ويتعرض لمصطلح من المصطلحات، لا بد أن يعرفه في اللغة أولا، ثم يعرفه فين؟ في الاصطلاح. قال ابن فارس له كتاب معجم، يعني يسمى مقاييس اللغة. مقاييس اللغة، هذا كتاب معجم لمين؟ لابن فارس، متوفى سنة 95 و300 من الهجرة. الواو والحاء والحرف المعتل أصل يدل على إلقاء علم في خفاء، في خفاء أو غيره إلى غير. خلي بالك أنه عامل عندك إيه؟ فصلة بعد خفاء، وبعدين إيه؟ قال أو غيره إلى غيرك. طبعا الكلام لا يستقيم هكذا. رجعت لكتاب مقاييس اللغة، أنا رجعت إليه فلقيت الكلام ما فيش فصلة بعد في خفاء. هو معنى الكلام كده، أصل يدل على إلقاء علم في خفاء أو غيره إلى غيرك. واضح حتى يستقيم الايه؟ الكلام. وإلا لو وقفت وقلت على إلقاء علم في خفاء وعملت فصل أو غيره إلى غيرك، ما معنى الكلام؟ طيب إيه بقى أصل يدل على إلقاء علم في خفاء؟ هناك بعض معاجم اللغة، بعض المعاجم في اللغة العربية بتكون أو بتعنى بإبراز أو إظهار المعنى المحوري الذي تدل عليه المادة. واضح يا إخواني؟
يعني ايه الكلام ده؟ اللغة العربية عندنا تختلف عن اللغات الأخرى. اللغات الأخرى عبارة عن لغة، يعني ايه؟ يعني ما اجي مثلا اقول لك باللغة الإنجليزية كتاب، يعني ايه؟ هتقول لي بوك. طب مكتبة؟ لا، ده كلمة تاني خالص، يعني الأصل مش واحد. إنما عندنا في اللغة العربية يختلف الأمر. عندنا ايه في اللغة العربية؟ عندنا حاجة اسمها مادة، والمادة هذه تتفرع إلى فروع اللي احنا بنسميها مشتقات الايه؟ مشتقات المادة. فعندنا كتاب، وعندنا مكتبة، وعندنا يكتب. كل الكلمات وكل هذه المشتقات إنما نبعت من أصل ايه؟ من أصل واحد، على خلاف اللغات الايه؟ على خلاف اللغات الأخرى. في بعض معاجم اللغة زي مقاييس اللغة لابن فارس تجده يهتم بذكر المعنى المحوري. يعني ايه المعنى المحوري؟ يعني المعنى الذي تدور عليه الايه؟ المادة. فعندنا مثلا كتاب ومكتبة ويكتب، وكل هذه المفردات إنما أصلها مادة كاف تاء باء. ابن فارس يقول لك بقى ايه؟ كاف، الكاف والتاء والباء أصل يدل على كذا. هذا الأصل الذي ذكره ابن فارس في هذه المادة، لو ذهبت إلى أي كلمة نبعت من هذا الأصل تجده موجودا فيه. المعنى الموجود في كل مشتق من المشتقات يسمى بالمعنى الايه؟ المعنى المحوري. لو رحت المكتبة هتلاقي فيها المعنى الذي ذكره ابن فارس في هذا الأصل. لو رحت الكتاب هتلاقي المعنى ده موجود. أي كلمة نبعت من كاف تاء باء تجد المعنى الذي ذكره مين؟ ابن فارس. هذا المعنى يسمى بالمعنى الايه؟ المعنى المحوري. فلما يجي مثلا عندنا كلمة ايه؟ وحي. كلمة وحي لما نيجي نبحث عنها في اللغة هنبحث في مادة ايه؟ واو حاء ألف، على أساس ان هو وحى، خلاص. فهو قال لك ايه؟ قال لك الواو والحاء والحرف المعتل اللي هو الألف، يعني أصل يدل على إلقاء علم في خفاء أو غيره إلى غيرك. فالوحي الإشارة، والوحي الكتابة والرسالة. يعني الوحي الإشارة. يعني إيه الإشارة؟ يعني الإشارة من الوحي. إذا أشرت إلى واحد، يعني أومأت إليه برأسك فأشرت إليه، فإنه يفهم منك معنى. والإشارة دي موجودة في كل اللغات، ليست خاصة باللغة العربية. فأي لغة من اللغات من الممكن أن تجد لغة الإشارة موجودة. يعني عندما تفعل برأسك هكذا فإنه يفهم أنك إيه؟ موافق على هذا، ولو فعلت هكذا غير موافق. فهذه لغة الإيه؟ الإشارة. قال فالوحي الإشارة. ما هو الإشارة دي معناها إيه؟ إلقاء علم إلى غيرك يفهم منك هذا، عندما تومئ برأسك أو تشير إليه بيديك أو بأي إشارة. والوحي الكتابة والرسالة، فالكتابة والرسالة داخلة في هذا المعنى، إلقاء علم إلى غيرك. قال وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي. كيف كان؟ في هناك في الكتاب بتاعه، في الكتاب الأصل قال إيه؟ وأوحى الله تعالى ووحى. وأوحى الله تعالى وإيه؟ ووحى. دول فعلين. الفعل الأول فعل إيه؟ مضارع، أوحى. والفعل الثاني وحى، ده فعل ماضي. خلي بالك القرآن استعمل أي فعل منهما؟ الأول اللي هو الفعل الإيه؟ اللي هو الفعل المضارع. استعمل الفعل المضارع، ولم يستعمل الفعل الإيه؟ الماضي. لكن المصدر لما استعمل المصدر استعمل إيه؟ افترض أوحى إيحاء ووحى وحيا، يبقى استعمل الفعل الأول، استعمل الفعل المضارع، القرآن استعمل الفعل المضارع، ها؟ واستعمل مصدر الفعل الإيه؟ الماضي الثلاثي. فأوحى، ما هما كلاهما ماض. لا، المصدر يختلف باختلاف الفعل، مصدر الثلاثي غير مصدر الرباعي غير مصدر الخماسي. غير المادة. أنا أقصد هنا المصدر الاصطلاحي يعني. يبقى خلي بالك من النقطة دي. ربنا سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يبقى استعمل الفعل الايه؟ الماضي الرباعي مش المضارع.
الماضي الرباعي. طب والمصدر؟ إن هو إلا وحي يوحى، فاستعمل مصدر الفعل الايه؟ الماضي الثلاثي. انتبه إلى استعمالات الايه؟ القرآن. قال: وكل ما ذكر من أنواع الوحي كالإلهام والرمز والإشارة والأمر والكتابة فإنها لا تخرج عن معنى إلقاء علم في خفاء. يبقى كل هذه الأمور اجتمع فيها المعنى الايه؟ الأصلي أو المعنى المحوري. استعمال الفعل أوحى، لأن الفعل أوحى. ما هو يوحى ديت فعل المبني للمجهول للفعل إيه؟ أوحى. أوحى ده فعل ماضي مضارعه إيه؟ يوحي. المبني المأكول منه إيه؟ يوحى. فهو استعمل الفعل الرباع. المهم دي هذه فائدة ليست يعني موضوع الكلام، أنا أحببت أن أنبه عليها لأني وجدت من أهل العلم من نبه عليها في كتاب علوم القرآن. أما الوحي الوارد في الكتاب والسنة فقد ورد في مواضع كثيرة تربو على المئة موضع، وهو على أنواع متعددة. وقد ذكرت آية سورة الشورى أعلى هذه الأنواع التي يقع فيها سماع كلام الله، قال تعالى: وما كان لبشر. يبقى آية سورة الشورى جمعت أعلى الأنواع، وإلا فهناك آيات في القرآن جاء فيها الوحي معنى الوحي ولكن لها معان أخرى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى ربك إلى النحل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. الوحي هنا لمعاني تاني. الوحي قد يكون بمعنى الإيه؟ الإلهام، أو بمعنى الأمر الكوني للجمادات. ها؟ الأمر الكوني للجمادات زي إيه؟ مين اللي يجيب لي آية في القرآن مثلا تدل على هذا؟ وأوحى في كل سماء أمرها، فأوحى إلى بأن ربك أوحى لها. ما هي الأرض؟ الأرض هي بأن ربك أوحى إيه؟ لها. هذا يسمى معنى الوحي هنا إيه؟ الأمر الكوني للجمادات، أو الإلهام الفطري مثلا كوحي الله عز وجل إلى أم إيه؟ موسى، أو الإلهام الغريزي للحيوان مثلا زي إيه؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. إذن كلمة الوحي أو معنى الوحي في القرآن والسنة له معان كثيرة، ولكن آية سورة الشورى جمعت أعلى الإيه؟ الأنواع التي يكون بها كلام الله عز وجل، أو يقع فيها سماع كلام الله عز وجل. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، حط رقم واحد، أو من وراء حجاب رقم اثنين، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء رقم إيه؟ ثلاثة، إنه علي حكيم. ذكرت هذه الآية ثلاثة أنواع من أنواع الوحي، وهي كالآتي: أن يلقي كلامه على النبي بكيفية غير معتادة فيعيه. قلنا من هذا الكلام إيه؟ الرؤية الصالحة فين؟ في النوم. أن يكلمه مباشرة من وراء حجاب فلا يرى النبي ربه لكن يسمع كلامه، وقد وقع هذا لموسى عليه السلام في بدء وحيه وفي ميعاده مع ربه لأخذ الشريعة التي كانت في الألواح، وحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في معراجه حيث أخذ الأمر بالصلاة عن ربه مباشرة. الأمر الثالث أو النوع الثالث الذي تضمنته الآية أن يرسل رسولا من الملائكة، وغالبا ما يكون المرسل جبريل عليه السلام إن كان الأمر يتعلق بالنبوة والشريعة، وقد يرسل غيره لأمور أخرى كما هو وارد في الآثار. هل من مثال على هذا دليل على أن الله عز وجل أرسل إلى نبينا مثلا ملك الجبال عندما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم ما حدث في الطائف؟ والوحي الذي ينزله الله بواسطة الملك جبريل على نبي من أنبيائه هو الغالب على الوحي إلى الأنبياء،
فنزول الملك جبريل عليه السلام على أحد من البشر إذان ببدء ولا ببدء؟ ببدء الوحي. لأن البعض لما يجي عندما يأتي يتكلم يقول إيه؟ بادئ ذي بدء. تسمعون هكذا؟ بعض الناس عندما بادئ ذي بدء، هذا خطأ. افترض بادئ ذي بدء. وهو من أمور الغيب التي يختص بها النبي المرسل. وهو من أمور الغيب التي يختص بها النبي المرسل. ده هو مين؟ الوحي. الوحي من أمور الغيب التي يختص بها النبي الايه؟ المرسل. لذا فإن الاجتهاد في تقريب صورة الوحي إلى الأذهان بأمر من الأمور المحسوسة غير دقيق، ولا يمكن تقريب صورة الوحي هذه كما اجتهد في تقريبها بعض المعاصرين. كما أن ما يحكيه بعضهم من كيفية إتيان الملك للرسول، اللي هي وحي الملك إلى الرسول، من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية، فذلك مما لا دليل عليه. هذه بمثابة إيه؟ بمثابة مقدمة يعرفك فيها بالوحي، وعرفك أن الوحي أنواع كثيرة، وأن آية سورة الشورى جمعت ثلاثة أنواع من أنواع الإيه؟ من أنواع الوحي. ثم بعد ذلك يعرفك بالوحي شرعا. يعني كل هذا الكلام الذي سبق إنما هو استطراد لتعريف الوحي فين؟ في اللغة. ثم بعد ذلك قال: ومن ثم فالوحي بلغة القرآن والسنة إعلام الله لنبي من أنبيائه بكيفية معينة بنبوته، وما يتبعها من أوامر ونواه وأخبار. ده تعريف الوحي اللي حضرتك هتحفظه إن شاء الله. يبقى إعلام الله. خلي بالك، لأن العلماء اختلفوا في تعريف الوحي. العلماء اختلفوا في تعريف الوحي. منهم من عرف الوحي بمعنى اسم المفعول، ومنهم من عرف الوحي بالمعنى المصدري. ايه المعنى اسم المفعول؟ ايه هو اسم المفعول؟ وايه هو المعنى المصدري بالمصدر؟ لا، ايه هو اسم المفعول الاول؟ اسم مشتق يدل على من وقع عليه الايه؟ الفعل. فمثلا لما نقول مثلا ايه؟ سمع، ده فعل. تبالك لما نيجي نشتق اسم المفعول من هذا الفعل، نشتق من الفعل المبني المجهول، فنقول سمع. لو احنا عايزين نشتق اسم يدل على من سمع هنقول سامع. لو هنشتق اسم يدل على الشيء اللي سمع نقول ايه؟ مسموع. واضح كده؟ فكلمة مسموع دي بنسميها في علم الصرف ايه؟ اسم مفعول. حمد، لو عايزين نشتق اسم يدل على من قام بالفعل هنقول ايه؟ حامد. خلاص. لو هنشتق اسم يدل على من حمد هنقول ايه؟ محمود. خلاص كده ولا ايه؟ يبقى اسم الفاعل واسم المفعول انما يشتقان ليدل الاول اللي هو اسم الفاعل على من قام بالفعل، وليدل الثاني على من وقع عليه الايه؟ الفعل. فعندنا كلمة وحي، كلمة ايه؟ وحي. الفعل بتاعها ايه؟ اوحى. خلينا نقول على الفعل الرباعي اوحى. اسم المفعول من هذا الفعل موحى. موحى. يبقى موحى دي هو ايه؟ اسم المفعول، لانه مشتق من غير الثلاثي. اسم المفعول اما ان يشتق من الثلاثي، يعني من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، واما ان يشتق من غير الثلاثي على وزن مضارعه مع ابدال حرف المضارعه ميما مضمومه وفتح ما قبل الايه؟ الاخر. هنا بقى من مضارعه. اوحى تقول ايه؟ موحى. طب لو احنا قلنا موحي يبقى ده اسم ايه؟ فاعل. يبقى الفرق ما بين اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي ان اسم المفعول يفتح ما قبل اخره، واسم الفاعل يكسر ما قبل ايه؟
آخره. خلينا نقول موحى. موحى هو الشيء الذي أوحاه الله إلى نبيه. إيه الشيء اللي أوحاه الله إلى نبيه؟ الكلام الذي تكلم الله به. فلما نيجي نعرف الوحي بمعنى اسم المفعول، هتلاقي في أول التعريف إيه؟ كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. خلاص كده؟ يبقى لما أجي أقول لك الوحي هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، هذا تعريف للوحي بمعنى اسم المفعول. لكن بعض العلماء قالوا إيه؟ قالوا زي ما عندك في الكتاب، الوحي إعلام الله. يبقى هم عرفوا الوحي هنا بالمعنى بالمصدر ولا بالاسم المفعول؟ بالمصدر، لأن الوحي المصدر منه إيه؟ إيحاء. وكلمة إيحاء معناها إيه؟ إعلام. مش إحنا قلنا إلقاء علم في خفاء؟ مش ده تعريف الوحي؟ لما نيجي عندك بقى في التعريف قال لك إيه؟ فالوحي بلغة القرآن والسنة إعلام الله لنبي من إعلام، أو حط خط تحت كلمة إعلام، لأن إعلام ده مصدر. لو شلنا كلمة إعلام ووضعنا قلنا كلام الله، يبقى ده تعريف تاني. ورد هذا التعريف، ورد هذا الايه؟ تعريف. عرفه أو عرفه كيف ما شئت. المهم إن أنت عارف، تعرف إن ممكن أعرف الوحي كده، وممكن أعرف الوحي بهذه الايه؟ كيفية. والآيات الدالة على الوحي بهذا المعنى كثيرة، منها قوله بهذا المعنى، يقصد المعنى ايه؟ المعنى الشرعي. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. فين موسى؟ قال لك وكلم الله موسى إيه؟ تكليم. ارجع بقى في الهامش كده، في الهامش اللي في الصفحة، صفحة 62، يقول لك إيه؟ من الملاحظ أنه لم ترد تفاصيل في كيفية وحي الله لأنبيائه، لكن هناك آثار تدل على أن المكلف بالوحي جبريل، ولم يخرج عن هذا الأسلوب. أسلوب إيه؟ وحي الله لأنبيائه عن طريق إيه؟ واسطة، عن طريق جبريل. بيقول لك ولم يخرج عن هذا الأسلوب من الإعلام بالنبوة سوى مين؟ سوى موسى عليه السلام، حيث كان الوحي إليه مباشرا من الله، لذا لقب بكليم الله. وكذا نزول الشريعة عليه، حيث أخذ الألواح في ميعاده مع ربه بعد تمام 40 ليلة. ولذلك لما تيجي تتأمل هنا بعض آيات القرآن الكريم لا تحفظ حتى لا تخطئ فيها إلا إذا عرفت معناها. لو عرفت معنى الآية لم تخطئ فيها. لو ظللت هكذا تحفظها مجرد حفظ ولم تفكر في البحث عن معناها، كل مرة هتغلط فيه. ففي آية زي سورة النساء، لما ربنا سبحانه وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، لكن موسى عليه السلام خرج عن هذه الصورة فلم يأتي هنا، ما قالش وهارون أو موسى وهارون وسليمان، لكن ذكره في الآية التي إيه؟ في الآية التي بعده، وكلم الله موسى تكليما. لكن في آية سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم إيه؟ إن ربك حكيم إيه؟ عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا، ونوحا هدينا من قبل، خلي بالك، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي الايه؟ المحسنين. فذكر هنا ايه؟ موسى، لأن موضوع الآية هنا غير موضوع الآية ايه؟ هناك. أنا أحببت أن ننبه إلى ايه؟ إلى أن بعض آيات القرآن من وسائل تثبيت الحفظ أن أنت تذهب إلى التفسير وتفهم المعنى فلا تخطئ بعد ذلك. ليه؟ لأنك إذا فهمت السياق الذي تدور فيه الآية، ربما كان هذا سببا في ترسيخ الحفظ عندك. وغيرها من الآيات التي ينص فيها على وحيه لأنبيائه أو وحيه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إما بلفظ الوحي أو مشتقاته، وإما بغيره مما يدل عليه كلفظ النزول ومشتقاته. كيفية الوحي. يبقى احنا هنا
عرفنا الوحي، ثم بعد ذلك تأتي معنا كيفية الوحي، ثم بعد ذلك يأتي معنا أنواع الوحي. وخلي بالك أن الموضوع إحنا لما نافي الأول أصلا، يعني كيفية الوحي لما ذكرنا كيفية وحي الله لرسله وكيفية وحي الملك للرسول، هذا الكلام ذكرنا. ثم بعد ذلك أنواع الوحي عندما ذكرنا الإلهام الفطري والإلهام الغريزي والأمر الكوني للجمادات، كل هذا الكلام ذكرنا. تعالوا بنا نقرأ الكتاب، قد ورد في السنة ما يدل على كيفية الوحي والحال التي يكون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء تلقيه له. ومن ذلك ما ورد عن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيه الوحي. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. وصلصلة الجرس يا إخواني يعني صوت الجرس. والحكمة التي ذكرها بعض أهل العلم من هذه الكيفية أنها تعد بمثابة تهيئة لما يحدث. هذا الصوت عندما يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتهيأ لهذه الحالة التي عن طريقها سيتلقى كلام الله عز وجل، سيتلقى كلام الله عز وجل. يعني الصلصلة أو صوت الجرس الشديد هذا بمثابة إيه؟ بمثابة التهيئة أو بمثابة الإيه؟ التمهيد. قال: وهو أشده علي فيفصم. يعني إيه فيفصم؟ فيفصم عني، يعني يقلع عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني في أعي ما يقول. يبقى هذا الحديث دل على ماذا؟ دل على كيفية وحي الملك إلى الرسول. واضح كده؟ نعم. وقد وعيت عنه ما قال الملك، يعني وعيت عن الملك ما قال. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. وتفصد الجبين عرقا يعني سالا، يعني جبيله يسيل عرقا، هذا معنى يتفصد عرقا. والسؤال متوجه إلى كيفية نزول الوحي بواسطة جبريل عليه السلام، بواسطة جبريل عليه السلام. خلي بالك، السؤال متوجه إلى كيفية نزول الوحي بواسطة مين؟ بواسطة جبريل عليه السلام. يعني إذا قلت لي إن وحي الله عز وجل إلى رسله قد يكون بواسطة أو بغير بواسطة أو بغير واسطة، فخلينا في الوحي الذي يكون بواسطة. كيف يوحي الله عز وجل إلى رسول من رسله بواسطة؟ عن طريق إما أن يتمثل له الملك رجلا، وإما أن يأتيه في صلصلة الجرس، مثل صلصلة الجرس. يعني الكيفية التي ينزل عليها الملك، كيفية التي تنزل عليه، يعني يأتيه بهذه الحالة أو بهذه الصورة. يعني ينزل الملك على النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع صوت كصوت الجرس، ولعل العلماء كما ذكر العلماء يقولون هذا، ولعل هذا هو صوت أجنحة الملك، كما جاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل إذا تكلم بالأمر خضعت الملائكة أو حركت الملائكة أجنحتها خضعانا. فالعلماء يقولون، أو كما قال في أو كما جاء في الحديث، يعني يقولون أن هذا الصوت لعله هو صوت أجنحة الملك. المهم أن الملك عندما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسمع له صوت مثل صوت الجرس. نعم. والسؤال كما هو ظاهر من جوابه متوجه إلى كيفية نزول الوحي بواسطة جبريل عليه السلام.
وأنه كان ينزل بهاتين الطريقتين. يعني أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول ضع هنا عنوانا، العنوان اللي هتكتبه هنا إيه؟ كيفية وحي الملك إلى الإيه؟ إلى الرسول. لما تسأل سؤالا كيفية وحي الملك إلى الرسول تتذكر حديث مين؟ حديث الحارث بن هشام. واضح كده يا إخواني ولا إيه؟ هذا ما أريده منك. وفي الحديث إجمال، حيث لم يذكر هل ينزل القرآن بهاتين الطريقتين أم بأحدهم. يعني يا ترى القرآن كان بينزل بالطريقتين أم بأحدهما، يعني بطريقة من هاتين الطريقتين؟ سؤال. والشيخ أجاب عن هذا السؤال: والحالة الأولى هي الأظهر في ذلك. الحالة الأولى اللي هي إيه؟ صلصلة الجرس. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعالج شدة أثناء نزول الوحي عليه، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه. عندك إيه؟ وكان إيه؟ يعني إيه مما يحرك شفتيه؟ هذه لا أفهمها، كلمة مما دي في السياق لا أفهمها، حد يفهمها يا أخوانا يقول عليها؟ فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وهذه الحالة الغريبة كانت مثار الاستفسار ومدعاة لطلب رؤيتها. الحالة الغريبة اللي هي حالة إيه؟ تحريك النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ شفتيه عند نزول الوحي عليه. فكان بعض الصحابة يستفسر عن هذه الحالة، حتى إن بعضهم طلب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي، حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، ومدعاة لطلب رؤيتها، كما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم. فعن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة، فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه. وكان عمر رضي الله عنه يستره، إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه: إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما نزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، يعني ستره، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب، فنظرت إليه، فلما سري عنه قال: أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال: انزع عنك جبتك، واغسل أثر الخلوق الذي بك، وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. وهذا يدل على أن حالة الوحي هذه قد تكون في غير القرآن، كما هو ظاهر هذا الخبر، والله أعلم. يعني حالة الوحي بهذه الحالة لم يختص بالقرآن، وإنما قد يكون الوحي بهذه الصورة في أمور أخرى دل على هذا الحديث أو هذا الخبر. أما مجيئه إليه بالصورة البشرية، يبقى الحالة الأولى اللي مثل صلصلة الجرس، هذه الحالة بهذا الخبر يعني لم تكن خاصة بالإيه؟ بالقرآن. طب والحالة اللي هي في صورة البشر، هل نزل القرآن بهذه الحالة؟ يعني مثلا حديث جبريل عليه السلام: رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. هذا ظاهر في أن الوحي عندما تمثل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل في هذا الحديث لم يأته به ما كان، فهذا دليل على أنه لم يختص بالإيه؟ بالقرآن. طب تعال هنا بقى اقرأ معي الفقرة: أما مجيئه إليه بالصورة البشرية فلم يرد فيه الوحي بالقرآن بها،
سوى خبر الحارث بن هشام رضي الله عنه المجمل، وإنما الوارد في أمور أخرى. يبقى احنا ما نقدرش ننفي، لأن حديث الحارث بن هشام فيه إيه؟ إجمال يشمل القرآن وإيه؟ وغير القرآن. كما وقع في تعليم الناس أمور الدين في حديث جبريل عليه السلام الطويل في سؤاله الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، وكان كثيرا ما يتمثل بصورة الصحابي دحية الإيه؟ الكلبي رضي الله عنه. وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم للحارث بن هشام تشير إلى أن مصطلح الوحي عندهم قد غلب على مجيء جبريل عليه السلام بالوحي دون سواه من أنواع الإيه؟ من أنواع الوحي. لذا لا حاجة إلى الاستفسار عن سبب تركه صلى الله عليه وسلم لأنواع الوحي الإيه؟ الأخرى، والله أعلم. يعني بيقول لك لا حاجة، خلاص طيب، لا حاجة لهذا السؤال. ايه هو السؤال يا عم الشيخ سيد؟ ان واحد يسأل ويقول طب لما الوحي انواع كثيرة، لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي صدر به المبحث؟ احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، واحيانا يتمثل لي الملك رجلا. لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الكيفيتين في حديث الحارث بن هشام؟ ليه؟ لأن مصطلح الوحي عندهم قد غلب على مجيء مين؟ جبريل عليه السلام. هذه هي الإجابة على هذا الإيه؟ السؤال. حتى ننهي الدرس، هل وقع الوحي بالقرآن بغير الطريق المشهور أم لم يقع؟ ويعني المسألة التي جاءت في سورة الكوثر عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه بين يزاي بينما بالضبط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله هذا الحديث، فقال أنزلت علي أنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بعض أهل العلم يقول يعني من القرآن ما نزل مناما، ويستدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بين أصحابه أغفى إغفاءه، و يفهم هذه الإخفاء على أنها إيه؟ نوم. لكن الصواب والصحيح أنه ليس شيء في القرآن جاء مناما، القرآن كله أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. طيب كيف نحمل أو كيف نفهم هذه الإخفاء؟ أهل العلم يقولون الأولى أن نحمل هذا المعنى الإخفاء في هذا الحديث على أنها هي الحالة التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي فيفصم عنه أو فيفصم عنه الوحي وجبينه يتفصد إيه؟ عرقا. كانت تعتريه حالة عند نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة التي تعتريه هي الإخفاء التي جاءت في هذا الايه في هذا الحديث. وعليه فليس هناك شيء من القرآن نزل مناما، وإنما القرآن كله نزل ايه نزل يقظة. ونكمل إن شاء الله الكلام عن الوحي في المرة القادمة. أكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأركز على قراءة كتاب النبأ العظيم مصدر القرآن، المبحث اللي هو بيتكلم فيه عن مصدرية الايه مصدرية القرآن. وأنا سأعد أسئلة لمن قرأ هذا الكتاب، لن يستطيع أن يجيب عليها إلا من قرأ إن شاء الله.